هنعمل بقى سموذي لطيف جدا جدا منعش في الحر وفي بعد أكلة فسيخ ورنجة بعد أكلة سمك يبقى لطيف جدا جدا. عندنا مانجا مجمدة، أي فاكهة يا جماعة، عندك فراولة حطي، عندك موز حطي، الفاكهة الموجودة عندك جمديها شوية في الفريزر واستخدميها، مش عايزة تجمديها حطي تلج مع الفاكهة العادية، يعني الدنيا كلها سهلة وبسيطة. مانجا وموز وزبادي وعسل وعصير ليمون وشرايح ليمون ومانجا للتقديم لو موجود. هحط شوية مية أو شوية لبن عشان أمشي الخلاط، لأن الخلاطات المنزلي ما بيكونش قوية قوي إنها تقدر تخلط بدون سائل. ماشي؟ المانجا دي ممكن تكونوا أنتم مخزنينها عشان أنا عارفة إن ده مش موسم مانجا، أو تجيبوها من السوبر ماركت مجمدة جاهزة، أو فراولة أو أي حاجة تانية. موز اختاروا بقى الموز اللي سود في البيت دوت وما حدش راضي ياكله، وخدوه جمدوه واستخدموه. آيس كريم قليل. أنا بما إني حطيت آيس كريم فانيليا مش هحط عسل أبيض، لو ما كنتش حطيت آيس كريم كنت حطيت عسل أبيض. المقصود حاجة منهم. عصرة نص ليمونة، قليل جدا جدا من اللبن أو المية، يدوبك يحركولي الخلاط. عصير برتقان يبقى لطيف جدا جدا، لبن جوز هند يبقى حلو قوي قوي. ساعد الخلاط، حرك الخلاط كده ساعده. شكرا 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 لحسن تعاونكم معنا. بصوا القوام بقى عامل ازاي. القوام ده مش هيجي بالتلج، ده القوام ده بيجي بتجميد الفاكهه وخاصه الموز. يعني بصوا بقى، بصوا بصوا، تحسوا بقى ايه، سوربيه على جرانيتا على ايس كريم، شويه هيسيح يبقى سموذي، يعني حاجه كده خطيره، هيعجبكم قوي قوي قوي. اي فاكهة يا جماعة متوفرة عندكم استخدموها، يعني مفيش اي تقيد باي فاكهة خالص. بس للامانة القوام بتاع الموز المجمد هو احلى قوام، فممكن الموز يبقى اساسي وبعد كده تغيره زي ما انتوا حابين. ناخد شوية كده من الكريم شانتيه. ناخد كده شوية من المانجا على الوش إذا وجدت. أناناس يبقى حلو قوي قوي لو عندكوا أناناس. خوخ يبقى حلو جدا جدا لو عندكوا خوخ، يعني اللي موجود. ها ما توتروش نفسكم.